صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من اغتسل للجنابة في يوم بارد وخاف على نفسه من المرض عند الخروج إلى الصلاة، فهل له العذر في أدائها في بيته؟ إذا خاف على نفسه من نزلة البرد، سواء مغتسل ولا غير مغتسل، إذا خاف على نفسه من نزلة البرد صلي في بيته، هذا عذر. نعم.